معاكم دلوقتي لتنزانيا سريعا والزميل عزيز شريف شعبان وكواليس اكيد بعثة الاهلي في تنزانيا والمؤتمر الصحفي كمان لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، كل ده عايزين نتابعه دلوقتي مع زميلنا العزيز شريف. يا شريف بصبح عليك انا وكريم في البداية وكل جمهور يعني 10 الصبح في الاهلي وقناة الاهلي بيتابعك دلوقتي عليك وكابتن فتحي طبعا بيصبح عليك، صباح الخير في البداية. صباح الخير نهاوند، صباح الخير كريم، صباح الخير كابتن مصر الكابتن فتحي نصير ولكل جماهير النادي الاهلي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد بنجامين اللي هيقام عليه المباراه بكره باذن الله في الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. يمكن ارضية الملعب بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، ارضية الملعب كويسة جدا الى حد ما، طبعا بالسيئة خالص يتلعب عليها كورة باذن الله يكون التوفيق بكره مع لاعبي النادي طيب. الاهلي شريف النهارده يوم النادي الاهلي بدا في التاسعه والنصف. شريف بص يا شريف انا هروح معاك كده كذا نقطه وهسيب لك طبعا المجال لان دي نقطه كنت عايز ابدا معاك فيها، فكره الملعب، لان احنا كان معانا خبر ان كان امبارح اثناء المران كان موسيماني وقف التمرين لان كان في مشاكل في الملعب، فطمنا فعلا دلوقتي الوضع عامل ازاي. تاني حاجه درجه الحراره لان احنا برضو كنا تحدثنا ان ربما هي مش مالوفه للعيبه بتوعنا، فعايزين نطمن يعني من القصه دي ان الامور تمام واللعيبه حاسين يعني باسترخاء او حاسين يعني ان الجو مش مؤثر عليهم بشكل سلبي. ثالث حاجه طبعا همشي معاك انا وكريم على كواليس اليوم النهارده هتتم ازاي والمران اللي هيحصل والمؤتمر الصحفي. اتفضل يا شريف. تمام، ابدا لك من الملعب، الملعب اللي يهم كل جماهير النادي الاهلي، الاهلي لسه الى الان ما اتمرنش ولا تمرين على ملعب المباراه، هيتمرن النهارده في الرابعه عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره، التمرين الرئيسي للنادي الاهلي، الاهلي بالامس واول امس اتمرن على ملعب فرعي جنب الفندق او بجوار الفندق حوالي اربع خمس دقائق بجوار الفندق، ولكن الاستاد اللي هيقام عليه اللقاء يمكن من الفندق اللي بيقيم فيه النادي الاهلي الى الاستاد حوالي 25 دقيقه ل 28 دقيقه بالظبط، كان وصلنا الى استاد بنجامين اللي من خلفي اللي هيقام عليه المباراه، ارضيه الملعب اللي هتقام عليه المباراه ارضيه كويسه جدا جدا جدا، ويمكن مستر بيتسو موسيماني وايمن اشرف والدكتور عمرو محب مترجم الفريق كانوا حريصين ينزلوا على ارض الملعب ويعني ما اشتكوش خالص من ارض الملعب، هيبان بقى في التمرين النهارده اللي هيكون الساعه الرابعه عصرا اللعيبه اما هتنزل على ارض الملعب هنشوف اللعيبه هتشتكي ولا لا، ولكن من النظره الاولى يعني شكل الملعب لا البدايه مبشره، الملعب كويس احسن بكتير جدا من ملعب التدريب. النهارده كان في مؤتمر صحفي الساعه 11 صباحا بتوقيت تنزانيا، الاتحاد الافريقي اجله ساعه للساعه الثانيه 10، وبالفعل حضر مستر بيتسو موسيماني وحضر الدكتور عمرو محب وكابتن الفريق الكابتن ايمن اشرف، واتكلم فيه مستر بيتسو موسيماني بعد سؤاله مع الصحفيين يمكن بشكل مختصر، اتسال في اول المؤتمر فريق بيشارك في كاس العالم للانديه وبيحصل على الفريق المركز الثالث على مستوى العالم، شايف بقى ازاي وانت بتيجي تلعب هنا في تنزانيا؟ الاول حياهم بلغه البلد مستر بيتسو موسيماني، مستر بيتسو موسيماني بيعرف يتعامل في الاجواء الافريقيه احسن معامله، يعني كسب على طول ود الصحفيين بالسلام بتاعه بنفس اللغه اللي في تنزانيا، ويمكن قال اللعب في قطر كان صعب للغايه ولكن الامور تختلف والعوامل الجويه بتختلف ومنافسات دوري الابطال مختلف خالص عن بطوله كاس العالم، ولكن بطوله كاس العالم ضافت لنا خبرات ولكن خدت مننا لعيبه كتيره في الاصابات، ولكن الاهلي لما انحضر وما عنديش اعذار ومركز جدا في المباراه، والاهلي يمكن اخر مره لعب على هذا الملعب للاسف كان فيه هزيمه، ولكن انا بطالب اللاعبين ان يفوزوا ويعوضوا الهزيمه السابقه. تغييرات الطقس بقى اللي بتتكلم عليها زميلتي نهاوند وزميلي كريم ان مأثر على لعيبه النادي الاهلي ولا لا، قلت لكم امبارح في رسالتي ان مستر موسيماني يتعامل مع هذه الجزئيه بكل احترافيه بكل ذكاء شديد، درب لاعبي النادي الاهلي في الثانيه ظهرا بتوقيت تنزانيا الواحده ظهرا بتوقيت القاهره عشان يتعودوا اكثر على صعوبه الجو، بالفعل امبارح في تمرين امبارح لاعبي النادي الاهلي ادوا تمرينه قويه جدا احمال قويه جدا، فلا النادي الاهلي بدا يتعود على الجو باذن الله، باذن الله مش هيبقى فيه مشكله في الطقس، الجو حر جدا الرطوبه عاليه جدا، ولكن باذن الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي اهل لها. يعني النهارده كمان اتكلم في المؤتمر ايمن اشرف وان هو اتكلم ان اتكلموا مع اللعيبه واللعيبه
اللعيبه جاهزه بشكل كبير للمباراه، مباراه صعبه بنحترم الفريق. مستر بيتسو موسيماني اتسال في نهايه المؤتمر عن فريق سيمبا التنزاني وتابعته ولا لا، اتكلم طبعا تابعته، فريق قوي جدا وعنده لعيب في وسط ملعب كويس، عنده المهاجمين كويس، اتكلم بكل استفاضه في المؤتمر عن فريق سيمبا التنزاني، ويبدو ان مستر بيتسو موسيماني مذاكر سيمبا كويس جدا جدا جدا. يا رب باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي بكره باذن الله في الرابعه عصرا. معاك نهاوند، معاك كريم لو في اي استفسار. انا بالنسبه لي تغطيه اكثر من رائعه، بنشكرك جدا عليها يعني زميلنا العزيز شريف شعبان، واكيد زي ما دايما بنقول تغطيه مستمره على قناه الاهلي. شكرا.